بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعاء السجود. أخي الحبيب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ ساجد. إذن إذا أردت أن تقترب من الله اسجد لله. اليوم إذا أردت أن تقترب من ملك من ملوك الأرض، هذا إذا يعني استطعت أن تقترب منه ستجلس أيام وإجراءات، وربما الله عز وجل من كرمه أنك تستطيع أن تتقرب منه في أي لحظة تحب. يعني القرار عندك، بمجرد أن تقف بين يدي الله وتصلي فتسجد لله عز وجل، أنت هنا قريب جدا من الله. أدعو بما شئت، أطلب ما شئت، الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. طبعا أيها الأحبة، هناك دعاء لطيف أحببت أن نتعلمه اليوم وأن ندعو به في سجودنا، لأن الإنسان الذي يصلي حقيقة ربما يغفل عن هذا الدعاء، وهذا الدعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. دعونا نستمع لهذا الحديث العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. دعاء بسيط نصف سطر، ولكن معاني غزيرة جدا. أخي الحبيب، أنت عندما تكون قريبا جدا من الله، حبذا لو تعترف بضعفك وقلة حيلتك، وتعترف أمام الله بذنبك. نحن ليس لدينا اعتراف أمام كاهن أو أمام عابد، لا لا، الاعتراف يكون بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى، وهذا هو المنطق طبعا، لأن هذا الكاهن ليس أفضل منك. فالكل يسجد لله ويطلب من الله ويعترف أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول سجد وجهي للذي خلقه، هذا اعتراف منك بفضل الله عليك، بنعمة الله عليك سبحانه وتعالى أن أكرمك بأنه خلقك وخلق وجهك وخلق لك السمع والبصر، وأن هذا السمع والبصر وهذا الوجه هو بحول الله وقوته. أنت ليس بقوتك سجدت، بل بقوة الله، لأنك قد يصيبك مرض لا تستطيع أن تسجد، قد يصيبك مرض الإلحاد والتكبر يمنعك من السجود، كما منع إبليس. ما الذي منع إبليس من السجود لسيدنا آدم؟ ما الذي جعله كافرا؟ التكبر، الغرور. لذلك هذا الدعاء أخي الحبيب، صحيح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في سجود التلاوة، أو عندما يقرأ القرآن ويصادف آية فيها سجدة يسجد لله ويقول هذا الدعاء، ولكن النبي علمنا أن نقوله في كل حالات السجود، في الصلوات المفروضة أو في النوافل أو في سجود التلاوة، في أي سجود، أو سجود الشكر، تسجد لله وتقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فهذا الاعتراف منك هو نوع من الحمد لله. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكرك لله يزيد النعمة. إذن هذا الدعاء
هو وسيلة لتكثير الرزق، لجلب الرزق. رأيت أخي الحبيب؟ فإذا أرجو أن تتعلم هذا الدعاء، تدعو به في سجودك وأنت خاضع ذليل أمام الله، منكسر، معترف بذنبك، معترف بتقصيرك في حق الله عز وجل، وتحمد الله وتقول: يا رب، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه عليم مجيب حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.